والمزيد من المتابعة ينضم إلي عبر الهاتف سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أرحب بك معنا على شاشة دي أم سي سعادة السفير. يعني نشاط مكثف من وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال زيارته الحالية لبروكسل والتي بدأها أمس. كيف تقيمون هذه الزيارة في ضوء متابعتكم للملفات محل التباحث؟ طبعا هذه الزيارة بتأتي في إطار العلاقات المتميزة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي ومع الاتحاد الأوروبي ذاته كتنظيم. في السنوات الأخيرة التنسيق والتعاون والتشاور والزيارات المتبادلة على أرفع المستويات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي كانت لافتة للنظر، وهي مؤشر على المصالح المشتركة والرؤى المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بها حول العديد من القضايا والمسائل التي تتعلق ليس فقط بالأمن القومي المصري وإنما بالأمن المتوسط وأمن أوروبا. وحضرتك أشرت على سبيل المثال وليس الحصر، أشرت إلى أنه تم مناقشة دور مصر وسياسة مصر في مكافحة الهجرة غير المشروعة. وحضرتك نجاح السياسة المصرية في هذا المضمار محل إشادة وثناء من جانب الاتحاد الأوروبي ومن جانب كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. هذه سياسة اتفق عليها مع الاتحاد في عام 2016 وبدأنا في تنفيذها في سبتمبر 2016، ومنذ هذا التاريخ وحتى اليوم نجاح باهر للسياسات المصرية بالطبع على هذا الصعيد. إذا سعادة السفير، يعني في ضوء ما تتحدث عنه، ما أهمية الدعم الأوروبي لمصر في العديد من الملفات الشائكة وبخاصة التي تمس الأمن القومي المصري؟ يعني إذا خدنا حضرتك قضيتين، القضية الأولى ليبيا، الأمن في شمال أفريقيا، ثم القضية الثانية سد النهضة، هنجد أن المواقف الأوروبية داعمة للموقف المصري سواء في ليبيا أو في موضوع سد النهضة. وكما أشرت حضرتك أن وزير الخارجية أعرب عن تقدير مصر للبيان الذي صدر من جانب الاتحاد حول الملء الثاني، طبعا ده موقف يعدد من الموقف المصري في الساحه الدوليه. بالطبع. كما تعلمين حضرتك انه فرنسا وهي دوله قياديه داخل الاتحاد الاوروبي عضو دائم العضويه داخل مجلس الامن. وطبعا اذا تحدثنا عن القضيه الثانيه سد النهضه، اعتقد انه طبعا الزياره والزياره متبرمجه قبل انعقاد جلسه مجلس الامن. احب اشير الى هذا، لكن انعقاد هذا اللقاء بعد جلسه مجلس الامن في تقديري في غايه الاهميه من وجهه النظر المصريه، ليس فقط لان المناقشات هتتيح لمصر على لسان وزير الخارجيه ان هي تشرح موقفها، وانما ان مصر من جانب اخر هتستمع الى اراء الدول الاعضاء. نعم. ودوت حضرتك في غايه الاهميه بالنسبه لصانع القرار المصري. بالطبع، اشكرك شكرا جزيلا سعاده السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجيه الاسبق على هذه المداخله الهاتفيه.